بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يخاطب كل من يصح توجه الخطاب إليه فعلى الأول يكون خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا له وللأمة لأن أمته تابعة له وعلى الثاني يكون خطاب عاما له ولأمته ابتداء وعلى كل فإن الله تعالى يقرر ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة بيت الله عز وجل فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله فغضب لذلك العرب وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدءا عن الكعبة وتغوط فيه ولطخ جدرانه بالقدر فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك فأرسل إليه هذا الفيل العظيم قيل وكان معه ستة فيلة لتساعده فجاء هذا الرجل أعني ملك اليمن جاء بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ بيته لما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرن وأبى أن يتجه إلى الكعبة فزجر سايسه ولكنه أبى إذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرب وأن وجهوه إلى مكة وقف وهذه آية من آيات الله عز وجل ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل قال العلماء طيرا أبابيل يعني جماعات متفرقة كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل وهو الطين المشوي لأنه يكون أصلب وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل وأن كيدهم صار في نحورهم وهكذا كل من أراد الحق من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا بإلحاد فيه بظلم ولم يعرفوا قدره حينئذ يسلط الله عليه من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترسوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل
نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير.